لك انت شو رايك هذا النقاش بهالقانون حيطلع بشيء يعني؟ لا لا بصراحه انا شايفهم رايحين على التمديد. يا كل الحكي تجليط؟ لك ايه كله تجليط رايحين على التمديد. بس كيف يعني انت على بناء على شو هذه النظريه تبعك؟ يا خيي لانه اذا ما اتفقوا رايحين على التمديد. واذا اتفقوا على قانون جديد كيف بيروحوا على التمديد؟ ما هي ذاتها اذا اتفقوا على قانون جديد بدهم يمددوا لانه ما بيلحقوا في تمديد. طب اذا بينا على القانون القديم؟ ما هي ذاتها القانون القديم تجديد للتمديد يعني. اه مثل نفس الشيء يعني؟ ايه ما نفسهم رح يطلعوا هن ذاتهم يعني تجديد للتمديد. طب انت برايك شو افضل شيء ينعمل؟ انا برايي يروحوا على التجليد. شو تجليد كتب يعني وهي بجلدوا كتب؟ لك لا يا حبيبي تجليد يعني يحطوه بالفريزر يعني هيك بصير منيح ما في بكتيريا نظيفه وضل مثل ما هو. لا انا برايي نعمل شيء تاني. شو بنعمل؟ تخليد. لشو؟ بنعمل تمثال للدستور وبنعمل له تخليد يعني نزوره بالمناسبات نحط اكاليل